اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى. هنتكلم في الفيديو دوت على ازاي تقدر توصل للاي بي ادرس اللي بيبقى موجود عندك على كارت النتورك الموجود في الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. ازاي نوصل للاي بي ادرس بكذا طريقة على الويندوز. في اول طريقة ان انا ممكن من التاسك بار اللي عندي في الويندوز باجي بدوس كليك يمين او رايت كليك هنا وبقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، وباجي هنا بلاقي كاتب لي هنا لوكال اريا كونكشن، بدوس كليك بيجيب لي اللي هي اللوكال اريا كونكشن ستيتس ديت، بدوس على ديتيلز هنا بيجيب لي الاي بي ادريس الموجود على الكمبيوتر بتاعي. بعرف الاي بي ادريس دوت متاخد عن طريق دي اتش بي او محطوط ستاتيك، وبيجيب لي كل الكونفيجريشن الخاصه بالاي بي ادريس بتاعي وكل الحاجات اللي انا محتاج اعرفها على الكونفيجريشن الموجود على كارت النتورك. ممكن برضو من نفس المكان دوت اللي هو اللي احنا جينا له من هنا اللي هو دوسنا رايت كليك واوبن نتورك اند شيرنج سنتر، بقول له تشينج ادابتر سيتنج، هيدخلني على اللوكال اريا كونكشن، رايت كليك وبقول له ستيتس ديتيلز، بيجيب لي كل الحاجات او كل الكونفيجريشن الخاصه بالاي بي ادرس بتاعي. ممكن برضو بطريقه تانية باجي على ستارت بقول له كنترول بانل، وباجي على نتورك اند انترنت، وباجي بعد كده على نتورك اند شيرنج سنتر، هيوديني لنفس المكان اللي انا كنت فيه. بدوس يا اما على لوكال اريا كونكشن وديتيلز برضو نفس الكلام، او ممكن من هنا تشينج ادابتر سيتنج ورايت كليك ستيتس، وهيجيب لي برضو نفس السيتنج بتاعتنا او الكونفيجريشن بتاعت الاي بي. ممكن برضو بطريقه تانية من ستارت باجي هنا بقول له بكتب له نت او نتورك كلمه على بعضها، وبختار من هنا بقول له نتورك، وباجي بقول له نتورك اند شيرنج سنتر، هيوديني برضه على نفس المكان لوكال اريا كونكشن وديتيلز بعد كده، او برضه تشينج ادابتر سيتنج. وممكن برضه بطريقه تانيه عن طريق الكوماند لاين باجي بكتب له سي ام دي وبدوس انتر، بيجيب لي اللي هو الشاشه بتاعت الكوماند ديت، وبكتب له الكوماند دوت اي بي كونفج، بدوس انتر بيجيب لي الاعدادات او الاي بيهات الموجوده على كارت النتورك بتاعي. زي ما انا شايف ده الاي بي ادرس، وديت بقيه الكونفيجريشن الخاصه بالكارت النتورك. وزي ما شفتوا بكذا طريقه تقدروا تعملوا او توصلوا للاي بي ادرس. ممكن الطريقه ديت تعمل على اي نسخه ويندوز، ممكن تعمل على ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ويندوز سيرفر باي فيرجن 2003 2008 2012 او اي حاجه احدث من كده. وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وأشوفكم على خير إن شاء الله.